سؤال حلقتنا النهارده بيقول كيف تتعامل مع الانتقاد. في البدايه لازم نوضح الفرق ما بين النقد والانتقاد. النقد في انك بتقول رايك في حاجه لشخص يكون لازم يكون قريب منك مبدئيا، عشان دي نقطه مهمه جدا، لازم يكون الشخص ده قريب منك، بتقول رايك، بتقول انت ليه عملت كده او ليه ما عملتش كده، فبيكون في ايجابيات وبيكون في سلبيات، وطبعا دي بتبقى علاقه شخصيه ما بين اتنين بيتكلموا مع بعض. بدخل اتكلم معاه لو شفت صديقي مثلا عمل حاجه غلط فبنصحه، ما بيكونش الموضوع فيه اتهام، ما بيكونش الموضوع فيه اعتداء نهائي، بعكس تماما الانتقاد. الانتقاد ده حد قاعد يتصيد الاخطاء فقط، حد قاعد سواء معرفه او زميل في الشغل او صديق او حد من قرايبك، قاعد فقط شغلانته كلها ان هو يتصيد الاخطاء فقط، ينتقدك على اي حاجه انت بتعملها، انت ليه عملت، انت ليه ما عملتش. وده بتبقى سلوكيات كتيره قوي او يمكن وراها حاجات كتيره جدا تخلي الشخص بيتصرف هذا التصرف. في انواع كتيره قوي من الشخصيات، يعني في شخص طلع من بيته كده متعود على الانتقاد، ورثه زي ما بنقول، اهله في البيت طول ما هم قاعدين بينتقدوه، فهو الراجل طلع بنفس الشكل بينتقد كل الناس، اي حد يقابله، اي حد يتصرف اي تصرف فهو مش عاجب هذا الشخص لانه بينتقد باستمرار. في واحد تاني بينتقد بيبقى غرضه النصيحه، او بيبقى باحث عن الكمال، الكمال اللي لوحده طبعا، لكن بيبقى شويه باحث اللي هو النقد البناء او الانتقاد البناء. لا، الانتقاد ما فيهوش النقد يمكن، انما الانتقاد ما فيهوش، يعني الانتقاد انا بنتقد شخص عمل حاجه، يعني دايما بنسلط الضوء على السلبيات فقط. ففي ناس في ناس طبيعتها كده، في ناس طبيعتها الانتقاد فقط، تكون بتنتقد على اي شيء وكل شيء. وخلينا نقول انه بيكون احيانا الانتقاد حتى بره الموضوع خالص، انت رايح مثلا بتشتغل معاه، هو بينتقدك مثلا على شكلك او على لبسك، هو زي ما انت بتقول متعود يعني ينتقد على الفاضي وعلى المليانه. بس خلينا نكون متفقين ان كل النساء لا بتحب النقد ولا بتحب الانتقاد، لكن لما تحب بقى توجه نقد زي ما بنقول كده، نقد بناء لحد بيسموه بره الساندوتش تكنيك، انت بتديله المعلومه اللي انت عايز توصلها له بشكل سليم، زي ما بتحط مثلا لحمه جوه الساندوتش، انت بتقول له مثلا ان انت انجزت الشغل ده في الوقت المطلوب او عملت الشغل ده بكفاءه، لكن مثلا نسيت تحط الملف الفلاني، هو عمره ما هيتضايق. بالطريقه دي هتنجح في ان انت توصل المعلومه اللي عندك وكمان من غير ما تضايق اللي قدامك. لكن الفكره في انه في ناس دي مش طريقتها، في ناس طريقتها انها بتدمر اللي قدامها بكلام، ويمكن هي ما بتبقاش حاسه بده. لكن زي ما انت مثلا تقول لحد انت شخصيه مثلا غبيه مش هيطلع منك حاجه، هنا انت كبني ادم لازم تتعلم ازاي تتعامل مع النقد ده، تتعامل معاه باي طرق، ولازم تفرق ما بين ده بني ادم عايز ينتقد لاجل ان هو بينتقدك، ولا بني ادم عنده نوع من انواع النقد البناء اللي احنا كنا بنتكلم عنه، مش نقد مدمر. لازم تشغل دماغك كويس قوي والبني ادم اللي قدامك بيكلمك، ما تسيبش الموضوع لمشاعرك انك تغضب وغضبك ده يبان عليك بشكل كبير، وخصوصا لو بتتعامل مع زمايلك في الشغل او رئيسك في الشغل، لازم تكون على قدر كبير من الوعي، ويمكن ناس كتير بتفضل تعيد الكلام كده على اذهانها علشان تقدر انها تتصور الشخص اللي قدامها ده يعني يقصد ايه او بيتعامل باي اسلوب. لكن خلينا متفقين انه كلنا في الحياه معرضين للانتقاد وللنقد، ازاي نتعامل معاهم هو ده الموضوع. انت بتتعامل ازاي مع الانتقاد؟ هنستنى اجاباتكم، سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجاباتكم على مدار الحلقه، واعرف اجابه شاذلي بقى انت ازاي بتتعامل مع الناس دي. وبصي، هو على حسب برضو، مع المرور السنين ومع الخبره الواحد بيكتسبها ومع النضج زي ما بنقول، الواحد بيبتدي يفرق ما بين الشخص ده بينتقد فعلا بينتقد عشان بينصحني، او انه خلاص شخص انا شايفه بينتقد هدير وبينتقدني وبينتقد ده وبينتقد ده، فهو ده دي طبيعته. فبالتالي ايا كان اللي بيقوله انا ما باخدوش على محمل الجد خالص او ما بركزش في كلامه. انما في حد برضو من واقع الخبره ومن واقع المعامله معاه انتقدني مره، فانا لسه برضو مش عارفه قوي، انتقدني تاني مره، بس مع الوقت بكتشف ان كان انتقاده في محله، نصيحه صحيحه، ان كان انتقاده في محله. فبالتالي باخد بالي من ان الراجل ده لما بينتقد فهو غرضه النصيحه فقط، فهنا انا بركز مع الانتقاد اللي بالشكل ده، لانه بالمناسبه زي ما كانت هدير بتقول، الانتقاد ده ممكن يهد اي بني ادم، ممكن يدمر اي بني ادم،
يعني انت ممكن تكون عمال بقى تنتقد عمال على بطال اي حد بيدمر علاقات. كمان مساله انه حد يكون بينتقد حد 24 ساعه دي مساله صعبه على اي حد. انا لازم اشوف في حاجات كويسه بجانب الحاجات اللي انا بنتقده فيها علشان حتى يقدر يسمع الحاجات اللي مضايقاني او يسمع نقدي لي، لانه الانسان علشان يتقبل، لانه خلينا نكون متفقين مش كل الناس تتقبل الانتقاد او النقد ومش بتتقبله بسهوله. اتقبله امتى؟ لما ببقى حاسه ان هو جاي من شخصيه مبدئيا عندها خبره، تاني حاجه بتحب اللي قدامها، يعني هي بتنصح علشان هي عايزه المصلحه. طيب احنا هنستنى اجابات حضراتكم على مدار الحلقه على سؤالنا النهارده، ازاي بتتعاملوا مع الانتقاد او النقد ده؟ سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم ونستعرضها معاكم طوال حلقه النهارده. وصباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.